لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع كتابات صالح يبدأ رحلة البحث عن رئيس وزراء من جديد، وعلاوي يكشف سبب انسحابه. في القدس العربية، المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن: النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية سيخنق أي أمل للسلام. في صحيفة المدى، الجيش يحبط هجوما استهدف الحشد في الأنبار. في العربي الجديد، رئيس الوزراء العراقي المكلف يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة. في موقع عربي 21، هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد. في صحيفة العرب اللندنية، الخلافات تغلق طريق الحكومة العراقية أمام علاوي. وفي ساندي تايمز، طهران مدينة أشباح والعطاس فيها خطير مثل صراخ الله أكبر في مترو نيويورك. السلام عليكم. مافيات القتل والفساد والتبعية لا تفهم تقاليد وقدرات الشعوب، ومن بينها قدرة شعب العراق على طرد المحتل، وإن تفنن بأغطيته المتهرئة وسيعيد الثوار بلدهم لأهله بسلميتهم التي تشكل علامة متقدمة في العصر الحديث. مقال الكاتب ماجد السامرائي حول ثورة تشرين نشرته صحيفة العرب اللندنية. اعتقد أصحاب أدوات القتل والتدمير أنهم استحكموا بمنظومات تبعية العراق لإيران في تفسير متجدد لنظرية الإمبراطورية الفارسية التي حكمت العراق لقرون دون الاعتراف بنهايتها المذلة، وأن وسائلهم في القتل والتدمير ونهب المال وإبقاء البلد خارج العصر كفيلة ببقاء شعبهم ذليلاً خانعاً. وعلمهم معلموهم في طهران أن هذا الشعب سيحتاج إلى قرون مقبلة ليستعيد حياته ونهضته من جديد، وقد تسرب هذا الإحباط لجيل عراقي امتد إلى 4 عقود مضت، والذي استسلم لنظرية تقليدية قادته إلى ذات التفسير الذي ذهب إليه المتسلطون. لكن ما حققه الاختراق الثوري لهذا العفن السلطوي والاستسلام الشعبي هو انتفاضة الشباب في الأول من أكتوبر 2019، التي تحاول بثمن غال من الدماء استعادة العراق من اختطافه على أيدي التتار الجدد في طهران وإزاحة أدواتهم في العراق. ورغم ما يبدو على الواجهة من مظاهر تحكم الميليشيات وأحزابها، لكنها في اللحظات الأخيرة مآلها الرحيل عن العراق، وهذه حتمية الثورات. وإذا كان من العراقيين من يعلن الندم وينضم إلى الثوار فالفرصة أمامه، وستفشل آخر التدابير والإجراءات البوليسية التي تحاول النيل من استمرار الانتفاضة من قبل الزعامات السياسية للميليشيات، حيث يتداولون فيما بينهم حالياً بأن هؤلاء الشباب المتظاهرين هم مجموعة أطفال ستتم إزاحتهم بالقوة من ميادين الاعتصام قريباً. جميع وسائل القتل منذ 4 أشهر، وكذلك حملات التشكيك الرخيصة الطاعنة بنظافة جسم الثورة الطاهر، عجزت عن تعطيلها الحكومة والأحزاب. من شروط الحياة الديمقراطية والأنظمة الحديثة توفر حرية العمل الحزبي والتنظيمات السياسية والاجتماعية بوصفها ضرورة للتعبير والتمثيل الشعبي، وكوسيلة لمراقبة السلطة ولكشف أخطائها، وكحائط صد أمام رغباتها بالتفرد والتحول إلى الدكتاتورية، وذلك عكس ما يجري في العراق بحسب الكاتب حيدر نزار السيد سلمان بمقاله بصحيفة المدى. ارتبطت الأحزاب السياسية العراقية مع بعضها بعد عام 2003، وقد تشاركت بالسلطة وإدارة شؤون البلاد باتفاق ضمني غير مكتوب يتمثل فعلاً وممارسة بضرورة فرض هيمنتها وسيطرتها على الدولة العراقية ودفة الحكم وتقاسم لعبة الاستحواذ على كل شيء بمفاصل هذه الدولة، المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، بامتداد أفقي للسيطرة على العمل المجتمعي،
وحتى على الأعمال ذات الأبعاد الإنسانية وإخضاع وسائل الإعلام بجميع أصنافها لخطابها وإيدولوجيتها الاستعبادية المتخفية والعلنية وتوزيع تآمري للمغانم ضمن تكالب تشاركي استفزازي. كما خلقت هذه الأحزاب لتحركها التكتيكي والاستراتيجي وسطاً ذهبياً تعمل داخله متمترسة خلف خطاب ديماغوجي تلفيقي ينهل من خزينها المتراكم بالعمل المعارض ذو النزعة الإقصائية وباستخدام ذكي مبرمج وموجه لاستجلاب تعاطف شعبي لمتخيلات وأوهام قدمت فيها هذه الأحزاب بأساليب الحفل والتلقين المستدام نفسها كحامية ومنقذة وأمل ودرع حصين وملاذ أخير للجماهير التي انساقت بعواطفها وثقافتها العميقة التجذر للوهج الديني والعقائدي الذي لوحت به أحزاب السلطة التي حولت هذه الاستجابة البريئة العاطفية إلى مغانم ووسائل لبلوغ النفوذ والقيادة والسيطرة والحماية من المساءلة، بل حولتها إلى سبيل للنهب والسلب واغتصاب المال العام المنقول وغير المنقول. كانت الشعارات التي صدح بها المحتجون تركز على إزاحة هذه الأحزاب ووسمها بالفساد والفشل، ومن المثير أن ذلك شمل جميع الأحزاب دون استثناء. قبل أن يعلن محمد توفيق علاوي بأيام تشكيلة حكومته برزت مواقف متأخرة لرفضه، عبر عنها تحالف القوى والاتحاد الكردستاني ودولة القانون. في البداية لم تعلن هذه الجهات رفضه لأن علاوي كان في طور النقاشات مع الكتل، وحين تيقنت هذه الكتل والأحزاب بأنه سار عنها بعيدا أعلنت رفضها علنا وفي لقاءات صحفية. عن المحاصصة والطائفية كتب نوزاد حسن في صحيفة الزمان: ليس دفاعاً عن علاوي فالرجل ابن هذه السياسة العرجاء، لكن علينا أن نقر بحقيقة واحدة أن هذه الطبقة السياسية لا تؤمن بأي حقيقة سوى مصالحها ومكاسبها. هذه الطبقة السياسية حولت المحاصصة إلى دين خاص بها، ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدون طقوس هذه المحاصصة. أعجب لنائب سني وكردي يتحدث بمنطق إقطاعي يريد أن يحصل على دفتر امتيازاته، لذا يتحدث عن الاستحقاق الانتخابي، وما أعجب له هو هذه اللغة الميتة التي تتحدث عن حق المكونات، والمكونات لم تستفد شيئاً مما يقولون إنهم يمثلون هذه المكونات. وها هم يبحثون عن تغيير علاوي لأنه لم يستجب لمطلب المحاصصة الذي دمر البلد. ولعل ما يثير استغرابي هو أن المتظاهرين يقدمون يومياً شهداء وجرحى، ومع ذلك نرى الأحزاب تبحث عن مصالحها. هل من الممكن أن يعيش الإنسان في ظل سلوك سياسي يتسم بقسوة كالوضع الذي يسمم حياتنا؟ إننا أمام رغبات تغلب عليها شهوة السلطة والاستحواذ على حساب الشهداء والوطن. إنهم يبحثون عن مغانم حزبية والعراق يتظاهر، كل هذا يعني أن الإرادة السياسية تتجاهل المتظاهرين تماماً، ومهما قدم الشعب من تضحيات فستظل المحاصصة ديناً لأحزاب هذه السلطة. عن الدكتور محمد عمارة رحمه الله وسيرته كتب ياسر الزعاترة في موقع عربي 21، جاء فيه: سلام عليك يا زينة الرجال وخيرة العلماء، ستستعيد مصر التي أحببت بهاءها من جديد، لك رحمة الله ورضوانه ولنا الحزن والقهر. لم يترك بحراً ينافح فيه عن دين الله إلا وخاض فيه بروحية المثقف والفقيه والمفكر والفارس الواثق من نفسه بعد مكوث طويل طويل في محراب العلم. وستبقى مناظراته مع علمانيين ويساريين وأدعياء تجديد بجانب ردوده على اتهامات الغربيين للمسلمين ستبقى بمثابة مدرسة لمن يريد العلم والتعلم. وقد أبدع العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حين رثاه بالقول: حمل الدكتور عمارة عقلية الفيلسوف وقلب الصوفي وانضباط الفقيه وحماس الداعية ورقة الأديب وعزيمة المقاتل، ولم يكن يحيا في برج عاجي أو صومعة منعزلة، إنما عاش في قلب المعركة حارساً يقظاً مرابطاً على ثغور الفكر الإسلامي. أنا مثل أكثر الناس يأسرني الصدق قبل العلم والأخلاق قبل الفقه، وفي الدكتور عمارة كان الصدق جزءاً من حياته والحرقة على دينه وحرماته بوصلة لنشاطه،
والأخلاق الراقية عنواناً لسلوكه، لكنه أضاف إلى ذلك كله تلك الثقافة الموسوعية العجيبة التي أزعم أنني لم أعثر على مثلها عند غيره أبداً، ولو أحصيت ما قرأ وكتب لوجدته حالة نادرة جداً في العموم، وليس بين المشتغلين بالفكر والهم الإسلامي فقط. كان للأمة جمعاء، ولذلك رآه الإخوان المسلمون منهم رغم أنه لم يكن إخوانياً، تماماً كما رأته قوى إسلامية كثيرة داخل مصر وخارجها، طبعاً باستثناء صغار لم يروا سوى أنفسهم وشيوخهم. في السنوات الأخيرة غيب الرجل، وبالطبع تبعاً لواقع ما بعد الانقلاب وموقفه منه، بجانب الحرب على التدين الذي يوفر حاضنة لما يسمى الإسلام السياسي بحسب أعداء الربيع العربي، وهذا يعكس واقع البؤس الذي تعيشه مصر. خصص صحيفة نيويورك تايمز افتتاحيتها لموضوع فيروس كورونا، أهو وباء فيروس كورونا قد جاء، وقالت إن العالم يواجه النار بعد محاولاته تجاهلها. نحن أمام موجة جديدة، ففي كانون الأول ديسمبر اندلعت موجة جديدة لفيروس سارس CoV2، حيث قفز من الحيوان إلى الإنسان، وأصاب الفيروس حتى الآن 83,000 حول العالم في أكثر من 50 دولة، ومات حتى الآن 3,000 شخص معظمهم في الصين حيث انتشر المرض. ومرة أخرى دق خبراء الصحة العالمية ناقوس الخطر، ولا أحد يعرف الوضع وسوءه هذه المرة. فمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به الفيروس يعد قاتلاً، ولكن هذه الوفيات قد تبدو متواضعة لو تبين أن الكثير من الحالات المتواضعة لم يتم الكشف عنها، وهو نوع من الفيروس الذي يصعب احتواؤه حتى في أحسن الأوضاع. والعالم ليس في وضع أفضل السيناريوهات لكي يواجه المرض، فتصاعد القومية وتراجع الثقة والحروب التجارية كلها قوضت التعاون بين القوى العظمى، كل هذا وسط استشراء عمليات التضليل وتنامي الشك في العلم الذي يعرقل فهم الرأي العام للأزمة ورد الحكومات عليها. وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه انتخابات رئاسية قامت بتسييس أولوية صحية. وجاء في المقال أن الدكتورة نانسي مينيسر مديرة المركز الوطني للحصانة وأمراض التنفس حذرت من أن وباء عالميا بات محتوما، ودعت الرأي العام الأمريكي لتحضير نفسه لآثارها، وأحسن طريقة لمنع الوباء القادم هي مساعدة الدول الأخرى مهما كانت كي تكون قادرة على مقاومة عدو مشترك قبل أن تضطر أمريكا مواجهته على أراضيها. بعد مفاوضات مكثفة استمرت عاماً ونيف، أثمرت جهود الوساطة القطرية عن توقيع اتفاق في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية يقضي برحيل القوات الأمريكية عن أفغانستان خلال 14 شهراً، ممهداً الطريق لمحادثات بين الفرقاء الأفغان تنهي أحد أطول الصراعات في العالم، ما قال الكاتب حسام أبو حامد في صحيفة العربي الجديد. لا يبدو أن طالبان تنازلت بموجب الاتفاق عما هو جوهري، وهي لن تخسر الكثير من التوقيع على صفقة يمكن أن تتخلى عنها، بل قد تكسب الكثير عندما تسحب الولايات المتحدة قواتها حتى قبل حفل التوقيع. وعدت طالبان بتعليق الهجمات الكبرى، ووافقت القوات الأمريكية على تعليق العمليات الهجومية باستثناء الهجمات ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال فترة الحد من العنف التي استمرت أسبوعاً، وهدفت أساساً لاختبار قدرة الحركة على ضبط نشاط أعضائها. وفي الواقع لم تقدم طالبان أي جديد خارج عن المألوف في شهر فبراير شباط بشتائه الأفغاني القاسي الذي لطالما لعب دوراً في تقليص نشاط الحركة المسلح. وبموجب بنود الاتفاق المعلنة حصلت على خروج مشروط للقوات التي تصفها بالمحتلة من أفغانستان، ورأت في بيان لها أن الاتفاق بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من أفغانستان وعدم التدخل في شؤونها في المستقبل يعد بلا شك إنجازاً كبيراً. قتل خلال 18 عاماً من الصراع المسلح مع حركة طالبان في أفغانستان أكثر من 2400 أمريكي، وتكلفت الخزانة الأمريكية نحو تريليون دولار، وانتقلت خلالها واشنطن من السعي إلى إبادة طالبان إلى الاجتماع بها ثم مفاوضتها وأخيراً التوقيع معها.
توصل باحثون في كلية الطب في جامعة واشنطن بولايات سانت لويس الأمريكية إلى علاج عدد من الفئران من داء السكري عقب سلسلة تجارب أثبتت فاعلية الدواء في علاجه على هذه الحيوانات خلال أسبوعين فقط. ويعتقد كثيرون أن المرض الذي يعتقد أنه يصيب أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم غير قابل للشفاء. وحقن الباحثون فئران التجارب بمادة تعرف باسم الستروبوسيتين ليصابوا بالمرض قبل أن تتمكن الخلايا البشرية الموجودة في الحيوانات من السيطرة على مستويات السكر في الدم وعلاجه، وفق تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية. وقال الدكتور جيفري ميلمان أستاذ مساعد في الطب والهندسة الطبية الحيوية في بيان صادر عن الجامعة إن هذه الفئران كانت مصابة بمرض السكر الشديد بعدما وصلت نسبة السكر في الدم لأكثر من 500 ملغرام لكل ديسلتر من الدم، وهي مستويات يمكن أن تكون قاتلة للشخص، كاشفا أنه عند إعطاء هذه الفئران أنسولين من الخلايا المختصة بإفرازه عادت مستويات الجلوكوز في الدم في غضون أسبوعين إلى وضعها الطبيعي الذي استمر لعدة أشهر. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.